مرحبا بكم مجددا. كما شفنا انه عرفنا ناس كان على بالها باللي كاين كبير كبير في الجزائر وان الحليب مش مغفر والزيت ما كانش، ولكن هما يقولوا لك الزيت والحليب هادو ما كانش عطاش الناس ديال المضاربه، سميد ما كانش الناس ديال المضاربه. واش معناها المضاربه؟ يعني كانوا ديلم كلش باش من بعد ما تكون ما توجدش هذيك السلعه في السوق ويبيعها بسوما غاليه. اللي يديرها لازم يكون عنده ملايين كبار، باش مواطن سامبل حفاف هاي هنا حفاف قادر يشري نتايا 100 ريت، نقولوا 100 ريت تاع زيت خبيه باش يعاود لها البيع. خلينا مش قادر يشري 100 ريت، وقلنا باللي الندرة هذه ما تقضى عليها إلا بتوفير المادة. قال قد ما الخني جبتك تحط خلاص، وعلاش ما يصاري في دول الأخرين؟ مش هذا نذكر في كوفيد الناس بون كونفينمون وكذا وكامل يجريو فرغوا لي سوبر مارشي دو كارفور واوشون فرغوهم سخو. اليوم خلاص اليوم يجوا يفرغوهم العشيه على 8 تاع الليل تولي تصفر، غدوه الصباح تسيب السلعه، تزيد غدوه تسيب السلعه. ما كان لا سبيكولاسيون لا مضاربه لا عمر بوزوار. فوالا هذيك الناس اللي تخدم وتخمم وتكومباسي وتبلانيفي، هكذا الناس ماشي كيما عندنا. تمتم كي ما يقدروش قال لنا الشعب هو اللي راهو تسقفش نتايا. إبان لور اليوم واش اللي حصل؟ أنه مواطن معاه كيما قلنا ثلاث زواري على روحو مسكين، واش يديرولو؟ وعليه 7 سنين حبس، وعلاش؟ وميتين مليون، ميتين مليون سنتيم، ناس ما يعرفوش دعانق بالدولار يعني 14000 دولار وزيادة، 14000 يورو قول وزيادة. هنا شلاق حفاف في سوق عرس، واش صابوان؟ صابوان 14 بيدون، 14 بيدون سبوي لي هو مدايرها 14 بيدون تاع الزيت المايدة في صالون ديالو في صالون الحلاقة. على طرحكش قال لك جارو اطلب منه، سمعت عنده المواد الغذائية، قالوا خلي عندك هذا الزيت هذا. واش مني هادي يعني 14 بيدون تاع زيت 5 لتات في كل بيدون، باش نستعرف باش نعرفو ديرش 100 ريت، ما ديرش 100 ريت، ما ديرش. هذا ماهيش سبيكولاسيون بهذا، سبيكولاسيون كي ديرها سمعت المضاربة ديرها 1000 بدون 2000 بدون تاع فرغ الصوب. 18 بدون تربه الزوالي ب 14000 دولار البروسي 2 مليون. هذه حجرة اللي يديروا المضاربة اللي عندهم فلوس ماشي حفاف، ولا ماشي واحد عنده حانوت تاع مواد غذائية بيسري. بيسري سي نورمال يحط 14 بيدون هاو يبيع بيسري، وما عندوش بلاصة يقول صاحب الجارو حفاف حبيبو قولو خليني السلعة عندك. وين راهو المشكل؟ 7 سنين حبس، 7 سنين حبس على 14 بيدون. هذا نسمع الكوكايين ما داوش نهار حبس، باعوا الكوكايين. اي نعم بلاد الكوكايين، الجزائر بلاد الكوكايين، لان الكوكايين يتاجروا بها جنرالات، جميع من يتاجر بالكوكايين خدامين حزام اللي تاع جنرالات ما يتمسوش. هايدي هذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي راني
الناس اللي متسببين في الأزمة هذه، في الندرة هذه، الله تنسوه منهم. هذاك الشيات كمال رزيق وزير التجارة، منها اللي جات تبون، وهو علاش انه مرته صاحبت مرته تبون صاحبت بنت تبون، يعني هكذا تاع في الحمام يتلاقى ويديروا البوليتيك تاع الجزائر.